أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم: قوة أمنية تداهم وقفة احتجاجية بميدان المولد بالدمازين وتعتقل العدد من النساء. تم استدعائي أنا قبل وقت الساعة 8، تم استدعائي لمكاتب الأمن وظليت هناك لحد مواعيد الوقفة الساعة 11 باعتبار انه يعني لا، فيعني كلامنا كان واضح انه هي لا للحرب، ما في طبيعه انسانيه بتحتم، ما عندنا اي شغل سياسي، وانما هذا يعني راي للطبيعه الانسانيه السليمه لا للحرب. وفي جولتنا أيضا دكتور الوليد ماديبو يعلق على القتال الدائر بمدينة نيالا حاضر الجنوب دارفور. حاجة محزنة جدا، الناس اللي بيموتوا من الجانبين ديل كان من الدعم السريع كان من الجيش، هم من أبنائنا، هم من أبناء غرب السودان، هم من الهامش ومن أبناء الـ يعني الفقراء. وفي جولتنا أيضا الصحفي والمحلل السياسي الجميل الفاضل يعلق على تناقض تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان. يعني بدأ الفارق واضح ما بين التصريحات التي أدلى بها الفريق برهان في معسكر أو قاعدة فلامينغو الجوية في بورسودان، واتخذ الطابع تعبوي ويتصل بحالة الحرب المعلنة، وبالتالي هو خطاب للجنود بأكثر منه خطاب يعبر عن سياسات أو توجهات رسمية للدولة أو هكذا. ونختم جولة السودان اليوم مع الأستاذ الصحفي محمد عبد الحميد حول ختام المباحثات الفنية لصد النهضة في القاهرة والتوقعات بشأن الاجتماعات المقبلة. من الواضح أن المباحثات التي جرت في القاهرة كانت غرضة سياسي بالدرجة الأولى، وهي نتيجة للقاء الذي تم قبل عدة أسابيع بين الرئيس السيسي الرئيس المصري السيسي والرئيس أبي أحمد. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى أكثر من 4,800,000 شخص. الحركة الشعبية قيادة الحلو تشن هجوما على مناطق غربي وجنوب غربي كادوغلي صباح الثلاثاء ومقتل جندي جراء قصف مقر الجيش بالسرف. تجمع أحياء مبدى السبيل يتهم الدعم السري بقتل شخصين بينهم طفل بطلق نار عصر الثلاثاء في الحارة التاسعة ابن الوليد بأمبدى السبيل. تجمع ابن حي العمدة بأمدرمان يكشف عن اقتحام للدعم السري لجميع منازل الحي ونهبها ومقتل 2 من أفراد الدعم السري برصاص الجيش. بدر للطيران تستأنف رحلاتها إلى القاهرة ابتداء من مطلع سبتمبر بعد توقف دام نحو 5 أشهر. مصر للطيران تعلن تسيير رحلات جوية مباشرة يوميا من القاهرة إلى بورسودان ابتداء من الأول من سبتمبر. وزير الخارجية اتفاق بين البرهان والسيسي لتسريع العمل في المعابر وإنهاء تكدس البضائع وبحث الوجود السوداني الكبير بمصر. البرهان والسيسي يبحثان دعم وتنشيط الحركة التجارية بين البلدين وتوفيق أوضاع المدارس السودانية في مصر. جولة خارجية لوفد قوى الحرية والتغيير إلى كل من قطر والكويت وجنوب أفريقيا والترتيبات لجولات دولية أخرى لاستكمال جهود وقف الحرب. مقتل 5 أشخاص من بينهم شرطي في عد الفرسان بولاية جنوب دارفور في صراعات قبلية. إدارة المياه في الفاشر تعلن إيقاف خدمات المياه بسبب نفاد الوقود. 378,000 لاجئ سوداني يصلون إلى تشاد منذ اندلاع الحرب. قطر الخيرية تتكفل بسداد حوافز الأطر الصحية العاملة بمستشفى النو لمدة 5 أشهر. المخابرات العامة تعيد منسوبي هيئة العمليات السابقين للخدمة. أزمة وقود حادة في الجزيرة والقضارف وكسلة وولايات أخرى وعودة الصفوف الطويلة إلى محطات الوقود.
توفير 17 صنفا من أدوية الأورام وماكينة لغسيل الكلى بالقضارف. الشرطة تدشن اليوم الأربعاء استئناف استخراج الجوازات بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر. ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين السودان ومصر إلى 1.4 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة قدرها 18.7% من العام 2021. تقرير جديد للمعهد الدولي للصحافة يرصد انتهاكات وتهديد حرية الصحافة بالسودان. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق، حيث قامت قوة أمنية بمداهمة وقفة احتجاجية نظمتها نساء وأمهات السودان بميدان المولد بالدمازين رفضا للحرب، حيث تم اعتقال عدد من النساء الحاضرات اللائي شاركنا في هذه الوقفة الاحتجاجية. للمزيد حول الوقفة الاحتجاجية جولة السودان التقت الأستاذة منى بلة، وهي إحدى النساء اللائي تم اعتقالهن من منظمة أمهات السودان. مرحبا بك أستاذة. والله أنا أي طبعا يعني عضو في حركة أمهات السودان. نعم. ونحن هو نظمنا يعني وقفة لأمهات الشهداء ونساء المفقودين والأسرة، اللي هم يعني وقفة بأنه لا للحرب، أنه كفاية مآسي، كفاية آلام، كفاية الشيء بيحصل يعني. فنحن شايفين الصيوانات بتحت العزة هنا في النيل الأزرق، شايفين معاناة النساء، حتى زوجات العساكر في زوجات العساكر في الجيش، حتى هم حالوا موصل لكيف يعني. احنا بنشوف ام عندها ولد في الدعم السريع وولد في الجيش، فهي قابضة النار بكل النواحي. فالوقفة دي هي لي يعني لا الانسان كمدافعات عن 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 حقوق الانسان ومناصرات للنساء، وقفنا معهم. فتم الصباح تم استدعائي، انا قبل الوقت الساعة 8 تم استدعائي لمكاتب الامن، وظليت هناك لحد مواعيد الوقفة الساعة 11 باحتمار انه يعني لا، فيعني كلامنا كان واضح انه هي لا للحرب، ما في طبيعه انسانيه بتحتم، ما عندنا اي شغل سياسي، وانما هذا يعني راي للطبيعه الانسانيه السليمه، لا للحرب. بعد ذاك يعني تم اطلاق سراحي على انه اقوم اعمل على انه اوقف الحكايه دي، واصلا هو الموضوع ده ما بيدي انا، لانه ده ايمان في نفوس كثير من النساء، انا حتى ما مملوك عليهم شيء عشان اقول لهم اطلعوا او ارجعوا، هم مؤمنات بالحاجه دي، هم كانوا دارين انهم نتنظيم فقط عشان يقوموا بالحكايه دي. تم اعتقال بعد ذاك في وقت الوقفه، تم اعتقال الاستاذه نهله البدري دي من المنظمه بتاعتها، تم ارسلوا لها استدعاء. وفاء، نفحات، حفيظه، مريم دير، يرفعوهم من الميدان من محل الوقفه، ودوهم لمكاتب الأمن، وطوالي تبعتهم نساء كانوا جل الوقفة مش وراهم يعني، مش يعني ورا العربية، طوالي ولحد مكاتب الأمن. هم لحد الآن هم ما أطلقوا صراحة، لحد الآن ما أطلقوا صراحة الأقوال المناضلات دي، الآن هم في مكاتب الأمن. أستاذة بس لو وريتينا يعني الوقفة دي كانت بالتحديد يعني المكان وين، عدد المعتقلات كم حتى الآن؟ هاي المعتقلات حتى الآن أنا على حسب ما تكلمت معاه، يعني أنا ما عندي عددهم حقيقي يعني من الجوا، لكن لحد حسب 6، ومعاهم ناشط في حقوق الإنسان اسمه مصعب رفق الله، ده هو ده ناشط وزود مصور فوتوغرافة وكده، لأنه كان مفترض ينقل الكلام ده لايف يعني، شكرا ترفع معاهم من الموقع. الوقفة يعني كانت في ميدان المولد، الرسائل المكتوبة في يدينهم يعني نحن بلدنا يعني بلدنا سمحة بالسلام بنبنيها خلاص، يعني نحن مثلا معاناة الناس، التعليم واقف، الصحة واقفة، المرتبات الناس ما صرفت مرتبات الناس، ده الوجه السالب للحرب، الوجه السالب للحرب يعني، في أخوان بيكاتلوا ضد بعض يعني في الحرب دي، فهي حرب بين أبناء البلد الواحد. يعني أنتوا كان هدفكم الهدف من الوقفة دي إيقاف الحرب وتضامن مع أسر، أيوة أسر النساء المكلومات، يعني نساء مكلومات بمعنى الكلمة يعني، ما جاي
نساء مظلومات هم بيفقدوا عزيز، وإذا كان نحن بنتأثر بمرتب ما وقف بأهلنا مرقوا من بيوتهم بقى فيه، هم بيفقدوا أولادهم، واحد تلقي الزوجة واحدة زوجة بكون أسير مفقود ما بتعرف الحاصل عليه شنو. في الوقت اللي هم ناس بسيطين في مجتمعاتهم بسيطة يعني ما عندهم حاجة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضرة ولاية جنوب دارفور مدينة نيالا، والتي تشهد قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء. جولة السودان التقت دكتور الوليد مادبو حول المعارك التي تشهدها مدينة نيالا. مرحبا بك دكتور. ما يتعرف يا فاطمة، أنا حاجة محزنة جدا، الناس اللي بيموتوا من الجانبين ديل كان من الدعم السريع كان من الجيش، هم من أبنائنا، هم من أبناء غرب السودان، هم من الهامش ومن أبناء يعني الفقراء. وأنا بفتكر يعني القيادات المجتمعية والقيادات الأهلية وكده يعني عجزت عن احتواء الأمر، لأنه هذه القيادات ذاتها يعني الإنقاذ ما حافظت على الاستقلالية بتاعتها، وحاولت تدجينا لصالح النظام السياسي والنظام العسكري وكده. فأنا بفتكر دارفور على صفيح ساخن، لكن دارفور في ظل وجود حكومة وطنية حيكون عندها مستقبل كبير، لأن الحكومة الوطنية حتنزع السوفت وير بتاع المعارك ده. ما هو المعارك دي يعني أنا وإنت عارفين بأنه يعني دارفور وظفت في حرب الجنوب، وبعد ذاك حرب الجنوب انتهت، استخبارات العسكرية هي اللي دورت مسألة زرقة وعرب، وبعد ذاك العرب في وقت من الأوقات كان الخلافات بينهم وأكبر ما يعني جهاز الاستخبارات العسكرية كان بدعم العجائل والفلايتة لما يكون عندهم خلاف كأبناء مسيرية. فأنا بفتكر البرين ذاته المخيخ المدور الحروبات دي إذا نحن ما قدرنا ننتزعه من الـ يعني نطلعه من دارفور، أو تكون هذه الأجهزة أجهزة قومية وكده، ما حيكون في مستقبل للبلد. لكن أنا متأكد من أنه المرحلة الجاية خلت يعني الناس انتبهوا للمسألة دي، وانتبهوا لأنه يعني معادلة الفقراء الأغنياء دي يعني الليلة لأولادنا اللي بيمشوا بيتم يعني القواعد الاجتماعية بتاعتنا اللي بيتم منها التجنيد دي قواعد أساسا غنية، لكن إفقارها كان قرار سياسي. فوجود جهة وطنية على رأس الهرم السياسي في البلاد ممكن توظف الموارد بتاعت الناس لتعليم الأبناء وضع يعني بسموشنو معاهد فنية، مزارع رعوية، يعني ناس لدينا ناس أغنية، لكن إفقارهم كان قرار سياسي. فأنا بفتكر متى ما وجدت حكومة وطنية بإمكانها أن تحول الاقتصاد الكولونيالي ده الكولونيال إيكونوميك باور دي لاقتصاد وطني، أنا بفتكر دارفور ما عندها مشكلة في إن تستقر في فترة بتاع 3 إلى 5 سنوات من غير ما دار أطول ليك في الموضوع. لكن أنا عندي رؤية ذاته بتاعت إنه يعني نيالة دي إذا ما اتسحبت لها موية من الحوض بتاع البقارة، نيالة ذاتها والفاشر دي المدينتين آيلتين للزوال، يعني لأنه المدينة ما عندها موية دي وعندها عدد سكان متزايد فيها مشكلة. ف زي القصة بتاعت بورسودان دي لو ما سحبنا لها موية من نهر حضبرة بايب لاين كبير، إذا ما ارتوت العروق بتاعتها ما ممكن تنهض وما ممكن يكون فيها تنمية. فبورسودان ذاتها ما ارتبطت بالجنينة عن طريق سكة حديدية، ما حنقدر يكون عندنا إطلالة على الحزام السودانوي اللي هو ده فيه كثافة سكانية رهيبة وفيه فرص اقتصادية مهولة. فهي القصة كلها دائرة
دائرة تخطيط، دائرة رؤية يعني قومية وطنية، دائرة يعني تكاتف أبناء الإقليم ل يعني جمع سدة ولحمة البلد، والإدراك بأنه نحن إمكانيات ضخمة وكده. إذا تجاوزنا الفهم القرو وسطي ده، الفهم بتاع الحاكورة ده ذاته، هو ده ذاته المعطلنا ومخلينا عايشين في الذهنية بتاعت القرون الوسطى دي، مع حالية يتقاتلوا مع رزيقات، هبانية يتقاتلوا مع فلاتة. هي دي الفكرة كلها يعني راجعة للمسألة تحت اللاند ريفورم دي. إذا ما اتخذنا فيها قرار يعني قوي، ما حيكون عندنا مستقبل. يعني لأنه إذا أنت نظرتي يعني التنمية العالمية الليلة بتقول بأنه التجارية يعني التنمية العالمية بتقول بأنه كل 23 نفر بيشتركوا في يعني 3 كيلومتر مربع، في حين أنه كله يعني 3 أنفار في دارفور ممكن يكون يشتركوا في مشروع تنموي فيه 23 كيلومتر مربع. فلما تغلبي وجهة النظر دي، هتلقي بأنه احنا عندنا مستقبل بديع إذا تغيرت الذهنية بتاعتنا، وإذا يعني طلعنا من الحتة تحت الوصاية تحت النخب المركزية دي علينا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وفي هذه المساحة جولة السودان التقت الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل للتعليق على تناقض تصريحات رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق البرهان بشأن الحرب. مرحبا بك. طيب، يعني بدأ الفارق واضح ما بين التصريحات التي أدلى بها الفريق برهان في معسكر أو قاعدة فلامينغو الجوية في بور السودان، واتخذ الطابع تعبوي ويتصل بحالة الحرب المعلنة، وبالتالي هو خطاب للجنود بأكثر منه خطاب يعبر عن سياسات أو توجهات رسمية للدولة أو هكذا، رغم الإشارات الواضحة فيه لأنهم حلقاته إلى آخر جملة، وده يعني أنه ربط كامل لفكرة الحوار والتفاوض والحلول السلمية. لكن في الغاهرة طبعا الوضع اختلف تماما، وده كان متوقع بطبيعة المهمة السياسية والصفة السياسية. البرهان الآن يرتدي قبعة رئيس مجلس السيادة ويرتدي قبعة قائد عام الجيش، فطبيعة الزيارة ونوع اللقاء بيفرض عليه أنه يجاري إلى حد كبير المبادرة المصرية ودعوة مصر لدول الجوار ومحاولة بناء شكل من أشكال الوساطة يعتمد على قاعدة دول الجوار كلها. فواضح أنه هو استجاب بدرجة كبيرة لرؤية الحلول السياسية، وخطابه اختلف طبعا. لكن أنا أفتكر أنه ديدن الفريق البرهان في كل اللقاءات اللي كانت بتتم في القواعد العسكرية في معسكرات الجيش في أي مكان، دائما هو يتحدث حديث يخاطب فيه الأبعاد النفسية للجنود، ويشهد فيه مزاهد تتعلق بالتوجيه والتعبية المعنوية، وده ظل طريقة البرهان في الخطاب. يعني أحيانا بيستغل المنابر العسكرية لإيصال رسائل تبدو أكثر غلظة وتشدد في المواقف وهكذا. أنا أتوقع أنه لو استمرت الجولات الخارجية للبرهان إلى المملكة العربية السعودية يمكن أيضا أن يأتي بحديث حتى أكثر ليونة ومرونة من حديثه في القاهرة. وأعتقد أنه المهم في الأمر درجة ونوع السيطرة على الأرض في ميدان المعارك وفي ميدان الحرب، هو اللي بيحدد قيمة الأغوال. يعني الأغوال دائما في ظروف الحروب لا قيمة لها إلا بقدر ما تملك من تحكم وسيطرة على ميدان العمليات. ويمكن أن يقول البرهان أي أحاديث بطبيعة الحال عن رغبات وأماني وهكذا، وحديث عن قدرة على إطلاق فترة انتقالية جديدة، وحديث عن إقامة انتخابات، ويتحدث كأنما هو
باق في السلطة، وفي ذات تجاوز حتى في الخطاب ذات تجاوز حتى لما تم التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري قبل اندلاع الحرب في 15 من أبريل. والتوقيع الأول كان يشير إلى خروج الجيش إلى السكنات وإلى دمج القوات في جيش وطني مهني يقوم على عقيدة جديدة. تم تجاوز كل ذلك، هو يتحدث كأنما هو باغ في السلطة وأنه مستمر، وتحدث بلغة المنتصر حقيقة، رغم أنه على الأرض لا يوجد انتصار لا للجيش ولا للدعم السريع، ودي كلها مؤشرات واضحة في نوع الخطاب. وأنا أعتقد أنه هو ظل لفترة تجاوز الأربعة أشهر في قبو تحت المباني القيادة العامة، طبعا ده له تأثيرات حتى بالبعد النفسي والتحليلي والشخصي. عموما طبيعة الأغوال التي أدلى بها سواء في عبرة عندما ذهب إلى سلاح المتوعية كانت اللغة هادئة ولم يذكر أو يشير إلى قوات العدو أو المتمردين أو الميليشيا في خطابه الأول في عبرة، ورب الطرف عن هذا وأتى إلى السودان وكان الخطاب مختلف وعبر بسفور وبقوة عن خط وتوجهات القوى السياسية الداعمة للحرب على رأسها الحركيين الإسلاميين. أنا متأكد أنه الاختلافات دي كلها عندها مبررات وعندها أسباب ووراها دواعي، حتى لو أنه اتخذ مبدأ التقية والخوف من الانتقام منه أو محاولة الليل منه والاعتداء عليه، أو ممكن يكون تغيير الخطاب له تفسير يتصل بهذا. وعندما خرج إلى خارج الحدود أتى بخطاب مختلف، وهو يمارس يعني البرهان من نوع الشخصيات التي تجيد اللعب في المساحات الضيقة، يعني يجيد لعبة المراوغة في المساحات الضيقة، وبالتالي هو ليس يعني هذا ليس بجديد في طريقة البرهان، يعني يمكن أن يقول في الصفحة حديث ويمكن أن يقول عند المساء حديث آخر، وكخواص الماء يتخذ أحيانا شكل الإناء الذي هو فيه، لو أن هذا الإناء سلاح المدفعية في عبرة أو هذا الإناء قاعدة فلامينغو البحرية ومدينة بورسودان والتي تشهد تحشدات كبيرة للحركيين الإسلاميين، أو القضاء الذي كان يتحدث فيه مدينة العلمين في مصر. وبالتالي يمكن أن يتحدث أيضا أن يتخذ شكل إناء جديد لو أنه ذهب إلى جدة. أنا بتغيير أن هذه التغيرات في طبيعة خطابات البرهان ليست جديدة ومعهودة، وظل هذا أسلوب طريقة البرهان، ويعتقد أنه يمتلك مهارات عالية في اللعب بكافة الحبال والرقص على رؤوس الصعابين. أنا في تقديري أنها ليست غريبة عند البرهان. ونختم جولة السودان اليوم مع الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد عبد الحميد حول ختام المباحثات الفنية لسد النهضة في القاهرة والتوقعات بشأن الاجتماعات المقبلة. مرحبا بك أستاذ. من الواضح أن المباحثات التي جرت في القاهرة كانت غرضها سياسي بالدرجة الأولى، وهي نتيجة للقاء الذي تم قبل عدة أسابيع بين الرئيس السيسي الرئيس المصري السيسي والرئيس أبي أحمد، والذي توعد فيه واتفق على مواصلة المباحثات حول سد النهضة كتعبير عن تقاربهم السياسي، أو كتعبير عن إنه العلاقات بين مصر وإثيوبيا تحسنت. لكن على الأرض وفي المفاوضات الفنية التي جرت خلال اليومين الماضيين من الواضح أنه لم يحرز أي تقدم يذكر، سوى غير أن الاجتماعات عادت للإنعقاد قبل بعد انقطاع طويل، ولا يمكن أن نسمي هذا تقدم يعني في المباحثات ومحاولة الدول الثلاثة للتوصل لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة. واضح إنه كل طرف لا زال عند موقفه ولم يحرز تقدم واضح فيما أظن. يعني من نافلة القول أن نؤكد إنه الاجتماع هذا تم في وقت غير ملائم تماما بالنسبة للسودان بسبب من الأحداث الجارية هناك، وبسبب من
من إنه البلد ده تخوض حرب عنيفة ودموية، وليست هنالك قيادة سياسية وليست هنالك حكومة. بالتالي مجرد قبول السودان بالمشاركة في اجتماع في مثل هذه الظروف ومثل هذا الوقت، هو كان تعبير عن ربما تضامن سياسي، او ربما للقول بانه لا نمانع في التوصل لاستئناف المباحثات والعمل على توصل لاتفاق. لكن بما انه لم يتحقق اي تقدم حقيقي في المباحثات، وبما ان القياده السياسيه الحكومه التي يمكن ان تتوصل لاتفاق وتتحمل مسؤوليته غير موجوده، فلذلك اعتقد انه الفنيين السودانيين اللي شاركوا في الاجتماع هم نفس الفريق القديم، وهو فريق فيما اظن واعتقد هو فريق مؤهل فنيا وعنده قدرات فنيه عاليه وقادر على التفاوض في القضايا الفنيه. لكن الخلاف واضح انه خلاف سياسي ويحتاج الى اراده سياسيه، بما انه الجهه التي يجب ان تمثل الاراده السياسيه السودانيه ما موجوده حكومه، فليس من المستغرب ان لا يصدر بيان، لانه البيان برضو عمل سياسي، والفريق الذي تتولى التفاوض هو فريق فني بحت، ليس من خلفه إرادة سياسية في الوقت الراهن بسبب الأوضاع في بلدنا. فلذلك برضو ليس من المستغرب أن يصدر الجانب السوداني بيان. بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.